أهلا بكم مشاهدينا. سقوط أمطار في شهر يونيو خبر كان من الصعب تصديقه، ولكن أكدته الأرصاد الجوية موضحة أن البلاد ستشهد مجموعة من الظواهر الجوية الغريبة. فما تفاصيل حالة الطقس مع الإعلان عن بدء فصل الصيف رسميا، وما أيضا أهم نصائح وتحذيرات خبراء الأرصاد؟ هذا ما سنوضحه لحضرتكم الآن من خلال هذه التغطية، والتي سنكشف من خلالها أيضا درجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات القادمة أيضا. بالفعل قال الدكتور ياسر عبد الهادي رئيس معمل أبحاث الشمس أنه طبقا للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن فصل الصيف سيبدأ اليوم الأربعاء الموافق 21 يونيو، وسيحدث انقلاب صيفي عند الساعة 6 مساء، وسوف يبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوم و13 ساعة و52 دقيقة. أشارت أيضا من جانبها هيئة الأرصاد الجوية أن فصل الصيف يعتبر أكثر فصول العام استقرارا في الأحوال الجوية. أما حالة الطقس اليوم فقالت الهيئة أنه من المتوقع أن نشهد اليوم انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء، ليسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر على جميع الأنحاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على الأنحاء كافة. أوضحت أيضا أن ارتفاع نسب الرطوبة سوف تزيد من الإحساس بحرارة الطقس. أما عن أهم الظواهر الجوية اليوم، فنوهت أن الفرصة مهيئة اليوم لسقوط أمطار خفيفة، ذلك على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، كما سنشهد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد أيضا. من جانبها قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تتعرض مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وأيضا السواحل الشمالية ومدن القناة وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر إلى نشاط للرياح، وستكون في بعض الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة اليوم على العديد من المحافظات وأيضا مدن القاهرة الكبرى، ولن تؤثر على الأعمال اليومية. أشارت أيضا إلى أن البلاد تشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية، إذ تصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 32 درجة مئوية، وجنوب الصعيد تسجل 38 درجة. وأوضحت أيضا أن مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر على الأجواء اختلفت، وأصبحت مصادر الكتل الهوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، بما أدى إلى انخفاض في درجات الحرارة، وسوف يستمر هذا الطقس حتى الخميس المقبل. ناشدت أيضا المواطنين بضرورة ارتداء غطاء للرأس للحماية من أشعة الشمس المباشرة، خاصة في وقت الظهيرة من الساعة 12 مساء وحتى الساعة 3 أو 4 عصرا، لأن هذه الفترة تسجل أعلى درجة حرارة على مدار اليوم كله. نصحت أيضا بضرورة تناول كميات كبيرة من المرطبات والسوائل، والتواجد أيضا في أماكن جيدة التهوية، إذ يوجد هناك ارتفاع تدريجي في نسب الرطوبة لأن الكتل قادمة من جهة البحر المتوسط. من جانبه أكد الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن اليوم الأربعاء هو البداية الرسمية لفصل الصيف فلكيا في مصر، وقدم بالفعل عدة نصائح للمواطنين والمزارعين، من أهمها الابتعاد قدر الإمكان عن التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، خاصة أثناء الظهيرة بسبب سيادة موجات أشعة الشمس قصيرة الموجة وهي الأخطر، حيث تكون الأشعة الشمسية عمودية وقوية وتتركز على مساحة أقل وتخترق سمكا أقل من الغلاف الجوي. أيضا نقدم لحضراتكم بعض النصائح التي ستساعدكم في الوقاية من ضربة الشمس خلال ارتفاع درجات الحرارة، وهي
شرب كمية كافية من الماء أو غيرها من السوائل الباردة غير الكحولية حتى لو لم تكن عطشانا، وتجنب أيضا شرب السوائل شديدة البرودة أثناء ارتفاع درجات الحرارة لأنها قد تسبب تقلصات في المعدة. أيضا التقليل من النشاط وتجنب ممارسة الرياضة أثناء ارتفاع درجة الحرارة، وإذا كان النشاط لا مفر منه فحاول جدولته للوقت الأكثر برودة من اليوم والراحة كثيرا، وحاول أيضا البقاء في الداخل أو في الظل. أيضا تناول وجبات باردة أثناء ارتفاع درجات الحرارة كالسلطة، وأيضا ارتداء ملابس فضفاضة فاتحة اللون مصنوعة من ألياف طبيعية كالقطن والكتان. أيضا الحفاظ على برودة الجسم باستخدام مناشف مبللة تحتوي على ثلج، ووضع أيضا الأقدام في المياه الباردة والاستحمام بالماء البارد ولكن ليس شديد البرودة. أيضا الحماية من أشعة الشمس من خلال تغطية الجلد المكشوف، وأيضا استخدام واقي الشمس وارتداء قبعة والبحث عن الظل وارتداء نظارة شمسية. وإذا كان لابد من أن تكون بالخارج اجعل النشاط في الهواء الطلق يقتصر على الجزء الأكثر برودة من اليوم. أيضا الاستراحة أو استرحي بانتظام في الظل، واحمل زجاجة ماء وشرب السوائل بشكل متكرر للحماية من أضرار ارتفاع درجة الحرارة، وعدم ترك الأطفال أيضا أو كبار السن أو الحيوانات الأليفة في السيارات أثناء ارتفاع درجات الحرارة خاصة في فصل الصيف. نختتم مع حضراتكم ببيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم، وتسجل القاهرة الصغرى 21 والعظمى 33، شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 36، الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 28، أيضا تسجل أسوان الصغرى 29 والعظمى 39، سانت كاترين تسجل الصغرى 14 والعظمى 30. إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي تغطيتنا، لمزيد من المتابعات والأخبار تابعونا على موقع صدى البلد. نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.